في احتفالية أهالي المنجور بمناسبة اليوم الوطني 92. حياكم الله، ناخذ فاصل. ما شاء الله تبارك الله، في مركز المنجور ترتيبات على أعلى مستوى تليق باليوم الوطني 92 والاحتفال أهالي مركز المنجور. ما شاء الله، في هذه الليلة إن شاء الله انتظرونا في تغطية طبعا تحت إشراف بلدية المنجور بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالخرة، الله يعطيهم العافية على التنظيم الممتاز. انتظرونا في تغطية إن شاء الله شاملة. الله تبارك الله، إيه ما شاء الله ابتسم، الله يحفظه الله يحفظه. نلتقي اليوم مع رئيس بلدية المنجور الأستاذ سعيد خليل السعيد. أول شيء أنا أقول يعطيكم العافية على الجهود اللي نشوفها والتنظيم الرائع والموقع المتميز. حياك الله أستاذ إبراهيم، هذه فرصة سعيدة وهذه مناسبة غالية على الجميع. الله يحفظك، كل عام وأنتم بخير. كل عام طيب، شكرا على جهودكم وفريق العمل. حياك الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم، جمعية السديد الخيرية متواجدة اليوم ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني من خلال الأسر المنتجة، الله يعطيهم العافية يعطيهم العافية. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله العافية ما شاء الله ما شاء الله. شباب الله يعطيكم العافية إن شاء الله، كل عام طيبين. ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم العافية جمعية السديد ما قصروا. ما شاء الله ما شاء الله طبعا مبادرة ديارنا الخضراء دائما عندها مبادرات جميلة جدا، الله يعطيهم العافية على جهودهم. ما شاء الله تبارك الله، متواجدين في أي محفل وطني موجودين ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم العافية لهم جهود كبيرة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت بلدية المنجور في اختيار هذا الموقع الجميل، موقع حديقة المنجور، موقع يتسع ما شاء الله لأعداد كبيرة جدا. ما شاء الله تبارك الله، تنظيم رائع من بلدية المنجور، الله يعطيهم العافية. تواجد كبير من الجهات المعنية، كذلك تواجد للجماهير موجودة الآن، تحضيرات للحفل الخطابي بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سوف نغطي لكم بإذن الله تغطية إن شاء الله تحوز على إعجابكم بهذه المناسبة الغالية، مناسبة اليوم الوطني السعودي 92. أدام الله عز المملكة ودام عز قيادتنا الحكيمة. تواجد غير مستغرب من الجهات الأمنية في مركز المنجور، الله يعطيهم العافية. ما شاء الله التنظيم، الله يعطيهم العافية. أيضاً 14 الجواب الحين. يعطيكم العافية. آخر سؤال ما جاوبت عليه نقول لكم مع السلامة. أبغى سؤال زي كذا. سؤال سهل طيب. هذه كلها أسئلة سهلة. يلا أجيب لكم سؤال مرة سهل. ما نظام الحكم المملكة العربية السعودية؟ سهل. النظام وشو؟
ملك. يا سلام، مع السلامة. في أسهل من هذا بالله؟ في أسهل؟ في أسهل؟ طيب نسالم تحية قوية. الهدايا عند أحمد، ها؟ اللي هناك. لا 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 ما سامح. ايش؟ الصغار عندك صغار؟ يلا نسالم تحية قوية. حيو صياحتها خطر تحت ظل الشمس والوضع حسوب وبالسماء والأرض وفوق البحار نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم ونكتب اسمك حفرة صوت هذا. ايه نزل لي الصوت. ابقى وجهك ترى. ها علي الصوت هذا. علي اخر شيء اخر شيء. اذا قلت لك علي الصوت علي الصوت. نرجع. كلكم معكم معلوم؟ اللي يتقدم هنا بنقول له مع السلامة. نرجع ورا شوي. الصغار قدام الكبار ورا. لا حد يقرب الشاشة ابدا. الصغار قدام الكبار ورا. يلا بسرعة. كنا نرفع العلم فوق. نرفع العلم فوق. نرفع العلم مع مين؟ السعودي. ايش الوقايه من زمان ذكرت؟ طيب في الوقايه شاف الدكتور فاتن مع كيف حالك؟
هذا بدر سمر. اي نعم. انا قلت عشان يمكن حد يعرف هذا. في طبعا عندك بعضهم البعض حتى أمر الله سبحانه وتعالى وسخر لها من يحيي فيها إدراك تلك المعاني وليعود الناس قبائل متعارفة إخوانا متعاونين. فأمر الله سبحانه وتعالى ذلك العبد الفقير إليه ذي الحكمة والمعرفة والقوة والحنكة والدهاء وبعد النظر ليكون سبباً بأمر الله بجمع شتات هذا الكيان المترامي الأطراف. نعم، إنه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة، وقد سخر معه رجالاً باعوا أنفسهم لأجل توحيد كلمة الله والنهج القويم، فرحمهم الله جميعاً وأدخلهم فسيح جناته، فتركوا لنا إرثاً عظيماً لا ينساه إلا جاحد أو جاهل. تركوا لنا وطن واي وطن. الملك سلمان بن عبد العزيز احفظه الله ولا مقام قوي له. صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظه الله. ولا يفوتني ان اتذكر في هذه المناسبه نعمه الله عز وجل من الامن والامان والاستقرار والتطوير في مجالات عده، وفي عهد هذا العهد الساهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهدهما الأمير محمد بن سلمان تسارع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية إلى العلياء بثقة وتطوير ومعرفة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 لتحقيق النمو والازدهار لكافة شرائح المجتمع ورفع المسؤولية والثقة والإبداع. وهذا دليل على تضافر الجهود وتكاتف بين القيادة وأفراد المجتمع. قدر على قدر الإمكان من صادق شعوري بهالهاي الشرحة. مدام جاء للشعر موعد وميدان ومنبر مساحات النجاح اختصرها. منبر شموخ عالي القدر والشان، منبر وطن كل المشاعر أسرها. محبة عز وكرامة للإنسان ودين وشرف ورجولة ما هدرها إلا رضي ما نهدأت من خان منافق كل العهود غدرها. ميل الله يعز الوطن كل الأحيان والله يحفظه من هموم السنين وكدرها. والله يعز اللي عمرها بالإيمان بدين الله وسنة نبيه وثرها. عاش الملك اللي ردع كل شيطان ومحمد اللي كل كسرة. ويسرني نيابة عن كافة قبائل بني بالوطن العربي أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني لعام 92، حيث أنه يشكل مناسبة مهمة
نستشعر فيها مسيرة الخير والنماء، ونتذكر فيها نعم الله علينا من أمن وأمان واستقرار وتطور في مختلف الميادين. إن اليوم الوطني يذكرنا بالتضحيات والبذل اللامحدود في سبيل تحقيق الأهداف وتسطير قصة مسيرة زاهرة تحملت وتخطت كل الظروف لأجل نهضة تنموية مستدامة شملت جميع المجالات التعليمية والخدمية والصحية والصناعية والزراعية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية. وفي العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله، تتسارع عجلة التنمية في المملكة إلى العليا. أبراج الفرح مبنية وشمس الوطن فوق الكواكب حية، هاماتنا من فوق هاماتنا فوق القمر منزلها، وحقواتنا منها وشد شوية. حنا سعوديين يا جاهلنا أهل القيم وأحكامنا إسلامية من محكمة التنزيل هو السنة، نحكم ما نحكم في سننا وضعية، وبكل فخر أفضل شعوب العالم ولنا أفضلية أرض جغرافية، مكة وطيبة ربي مقدسها أطهر بقاع الكرة الأرضية، مكة وطيبة ربي مقدسها أطهر بقاع الكرة الأرضية، ومزارع الزيتون برض سكاكة، ومنابع البترول بالشرقية، وارض الجنوب الخير كله منها، ويكفيك من هجواها السحرية، ويا نجد عرش المجد خيرك ضافي وكر الحرام. ونستذكر في هذا اليوم المبارك توحيد أركان هذا الوطن الكبير على أيدي المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والذي استطاع بحكمته وحنكته بناء هذا الكيان وإرساء قواعد على منهج الشريعة الإسلامية، واستمر من بعده وفق هذا المنهج الراسخ القويم أبناؤه الكرام ملوك المملكة العربية السعودية، الذين واصلوا مسيرة البناء والنماء وصناعة المستقبل. واليوم تعيش المملكة العربية السعودية واقعا خلاقة من قبل لا يخط القلم بوراقه، واشهد بي ان لا اله الا الله مهلك ثمود بذنب عقر الناقه، وصلاه ربي للنبي محمد عداد طلع بالنخل وعذاقه، البارحة ذودي تحن وترزم والعد راهي من كرم خلاقه، الذودي شعري والموارد صدري وتروى لي استمع ولها الذواقه، تزهى جبال طويق بغلى فرحة وتش ما في شيء مثل عقيدة السلبي. وعاهد الله وعاهدكم مستشفين بالنهج القويم. رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. سعادة محافظ الوجه رؤساء النواكب رئيس بلدية المنجور شيخ شمل القبائل المري
السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي ويسعد لي في مستهل هذه المشاركة أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالقرار أن أرفع أسمى آية التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولمقام ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ولكافة أفراد الشعب السعودي حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية. أدام الله عز هذا الوطن وحفظ ولاة أمره وأرضه. يا موطني دار الرخاء والسلام، سلامي يا موطني دار الرخاء والسلام، سلامي يا قبلة الإسلام حل وحرم، سلام يا خادم البيتين وابن الإمام، قايد مسيرة بلاد الخير عز وحزم، سلام يا محمد محمد رفيع المقام، قمة وفي عينك الشعب السعودي قمم، سلام يا شعب دار الخير وازكى سلام. نرجو من سعادة الحافظ أن يبقى
برفقة سعادة رئيس بلدية المنجور ليقدموا رموزا تذكارية. رؤساء البلديات الذين تعاقبوا على قيادة بلدية المنجور فوضعوا بصمات بقلوبنا قبل أن يضعوا الأعمال بأرضنا بالمنجور وتوابعها. والآن يستأذن الشيخ صالح بكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى في هذا الوطن المعطاء. ومن هذا المنبر نرفع أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولصاحب السمو الملك الأمير منفذ التبوك الذي نحظى في هذه القرية وغيرها من القرى التابعة لمنطقة التبوك في تنزيهاته تذكاريا لسعادة الأستاذ هذا السعودي فوق هذا السعودي فوق السلام يا عمير الجمال سلام يا شباب يا سيد.